اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا شبكه وصناره. النهارده اخترت لحضراتكم اكلتين سلمون فيهم فكره جديده وفكره ظريفه. اقول لحضراتكم الاكلتين اسمهم ايه. اول واحده هتبقى كرات سلمون بالرز، وتاني واحده هتبقى سلمون فيليه بالخضار وخالب بلسمك. اقول لحضراتكم مكونات كرات الرز بالسلمون الاول: دقيق، بقسماط، رز مطبوخ، سلمون مدخن، جبنه موتزاريلا، صلصه طماطم، بيض وتوم. تاني أكلة هتبقى خضار، جزر وخس، فلفل، طماطم، وسلمون فيليه، وعندي خل بلسمك. أبتدي واحدة واحدة أقول لحضراتكم الفكرة جت منين. فكرة السلمون، الكرات السلمون، لو عندنا رز ما عملناش بيه حاجة من امبارح نقدر نستعمله إن إحنا إيه نعمل بيه كرات سلمون، هتبقى لذيذة قوي. أقول لحضراتكم دلوقتي أول حاجة هنعمل إيه. دي هتتحمر، فهنبقى محتاجين ان احنا اول حاجه هنحط لوح تقطيع تاني علشان نقطع عليه السلمون. هو السلمون ده مدخن، فممكن نستعمل اي على نفس لوح التقطيع. الفكره كلها ان احنا هنقطع السلمون صغير على قد ما نقدر، طبعا مش صغير قوي عشان نقدر نحس بيه. وبعد كده هنخلط كل حاجه مع بعض، يعني هخلط السلمون مع الرز مع الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده في الاخر هعمل له صلصه طماطم بتوم وزيت، حاجه بسيطه قوي. طبعا نبقى مجهزين بوله كبيره علشان نبتدي ايه نخلط الحاجه فيها. ممكن لو عايزين تخلوها تبقى العمليه، لو مكسرين تقطعوا، ممكن تبتدوا تحطوها في الخلاط. طبعا الجو حر فايه بيبقى فيه شويه تجهيزات. ممكن بدل ما تعملوا قصه التقطيع دي تحطوا السلمون في الخلاط عليه نقطتين زيت زيتون، وهيبقى عامل زي البيست، هيبقى عامل زي المعجون. بس طبعا ايه انا بفضل ان انا اعمل كل حاجة اتعب فيها علشان احس بطعمها. هجيب بقى بولة كده. طبعا انا مش هعمل الكمية كلها، انا هعمل تقريبا تلات او اربع كرات كده. احط السلمون طبعا، السلمون المدخن مش رخيص، فيعني اي حاجة مش عايزين نهدر فيها خالص. فكنت بقول لحضراتكم الفكرة بتاعت كرات السلمون دي، ان الرز ده كان على الغداء وهنعمل اكلة بالليل، او كان من امبارح وفضل عندنا فهنستعمله. ويا سلام كمان ايه، يعني لو في حد لسه بيبتدي في الطبيخ فالرز طلع معجن، ما حصلش حاجة خالص، الرز طلع معجن، هيبقى احسن، هيبقى معايا بقدر ان انا اعمله كرات اسهل بكتير. كل حاجة على بعضها، مش هحط فيها ملح. ليه؟ علشان السلمون المدخن مالح، وهحط معاها جبنة موتزاريلا. طبعا الجبنة اختياري، يعني ممكن تحط جبنة شيدر، ممكن تحط اي حاجة. وبرضو الاكلة دي مش لازم تعمل بسلمون، يعني ممكن تعمل باي حاجة بس تبقى مطبوخة، يعني مثلا بقيت فراخ، بقيت لحمة، نوع سمك تاني، اللي موجود، اي حاجة موجودة نقدر نستعملها. هخلطهم بقى مع بعض كده. لو لقينا ان هي ما بتمسكش في بعض على طول اروح جايب بيضه وحاططها. بس ايه، كل ما يكون الرز معجن او بايت فهيبقى اسهل بكتير. كده محتاجه شويه رز، مش عايز يبقى السلم كتير قوي، يعني يبقى يعني نسبه وتناسب. شويه رز كده كمان. لو بتحبوا الحراق السبايسي ممكن قرن فلفل وتقطعوها وتضيفوها على الكلام ده علشان اقدر بقى ايه الرز ما يلزقش في ايديا كده. بوله احط فيها شويه ميه عشان اقدر اعمل الكور اللي انا بقول لحضراتكم عليها. خلي دي جنبي هنا كده، هطلع عليها الكرات اللي انا عملتها. طبعا الحجم راجع لحضراتكم، الشكل مش لازم يبقى كوره كوره، يعني انا بس بحط الميه في ايدي كده عشان ما تمسكش في ايديا. اقدر على طول يا اما ارصها هنا يا ارصها، ممكن ارصها في الدقيق. طبعا دقيق وبيض وبقسماط. انا هعمل حوالي اربعه والباقي هبقى اكمله بعدين. انا هعمل ايه اربعه بس دلوقتي كده، وابتدي بقى الم الدنيا من قدامي.
دي مش محتاجينها ولا دي. لسه عندنا البيض حشته في ايدي كده في ميه وليمون بسرعه. هي كل حاجه معموله دي كلها كله مستوي، مفيش حاجه السلمون مدخن ورز مستوي ودي جبنه موتزاريلا، فمفيش حاجه نقلق منها ان يبقى فيها بكتيريا او فيها اي حاجه. نلم بقى كده الرز اللي طار في كل حته ده. لازم الواحد يخش المطبخ لازم يعمل كده، بس المهم ان ايه، واحنا لو وسخنا حاجه كده لو نضفناها على طول على طول الدنيا في الاخر مش هتبقى صعبه. بيض، بيضه واحده كفايه. كان ممكن نضيف بيض في الاول واحنا بنعمل الخلطه بتاعه السلمون والرز والموتزاريلا مع بعض، بس انا شايف ان هي الرز كان معجن، او انا كنت قاصد ان انا اخليه يعجن علشان ما يضايقنيش، علشان اقدر اعجنه. نولع بقى الزيت، ومش محتاج ان انا احط كميه زيت كبيره خالص، يعني يا دوب حبه زيت اقدر ان انا ايه بالبلدي كده يعني ادحرج الكرات دي فيها. على ما الزيت يسخن، زيت تحمير عادي يمكن حوالي نص سنتي في الطاسه اللي هو تبقى يا دوب بس اقدر اقلب فيها الـ 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 الكرات دي. ممكن بقى لو حد بيحب الملح زياده ممكن تزودوا شويه ملح هنا، يعني انا هحط شويه ملح وشويه فلفل هنا برضو اختياري، دول هيبقوا كفايه. كده عشان نبقى ماشيين بالترتيب مظبوط. حاولوا دايما لو بيض وبقسماط والكلام ده نستعمل ايد واحده علشان من ايه ما تبقاش الدنيا ما يعني يبقى عندي ايد تانية اقدر استعملها في حاجه تانية، اقدر اجيب طبق نظيف، اقدر اجيب حاجه نظيفه. بيض واحده واحده كده، خدوا وقتكم. لو عايزينها تبقى كريسبي اكتر ممكن تعملوا الـ 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 القصه دي تاني، يعني ترجعوا تاني على الدقيق وتكملوا تاني بقسماط. دقيق، بيض، حاول برضو تاني عشان لو احتجت ان انا اقدر اعمل اي حاجه في الايد التانيه تبقى الايد التانيه موجوده وايه معكش بيها، لو عايز هطلع طبق تقديم ولا حاجه معكش بيها الدنيا. اهم حاجه اتاكدوا ان كل حاجه يعني الكوره نفسها البيض بقى عليها من كل حته. هو الدقيق بيبقى اول لاير اول طبقه فبيمسك على طول، هو البيض هو اللي بيبقى ايه يعني الدقيق بياخد البيض وينزل. احط بس حاجه كده هنا في الزيت عشان لما ايه يبتدي يشتغل ابقى عارف ان انا ماشي في المظبوط. طيب لو حاسين انكم بداتوا تحركوا الكرات دي في الطبق وبدات تفك من بعضها ممكن نوسع كده ونستعمل ايه الايد التانيه ان احنا نملاها بقسماط. طبعا دي فيها حته كبيره فعامله ازمه. كده كل حاجه او يعني كل الكرات تقريبا بقى عليها بقسماط. احاول ارجع شكلهم تاني علشان لما يتحطوا في الطاسه هم بيتحمروا اقدر احركهم بسهوله، يعني كل ما يكونوا بالشكل ده مش لازم تعملوهم على شكل كوره ممكن يبقوا على شكل البرجر، يعني تبقى عامله زي الباتيه مدوره كده. بس كده اغسل ايدي بقى، وعلى ما الزيت يسخن اكون ابتديت احضر ايه فصين توم عشان اعمل صلصه طماطم. صلصه الطماطم ما فيهاش اي حاجه خالص، هما فصين توم ومعلقتين صلصه في زيت. بدا الزيت هنا يشتغل كده كمان شويه ميه كده، جميل قوي. ممكن بقى علشان ما نوسخش ايدينا نستعمل الاجهزه العظيمه دي. هو الزيت ما سخنش قوي بس احنا برضو ممكن نبتدي. بحاول ارجعهم زي ما كانوا او يعني على شكل كوره.
وركزوا معاهم بقى لان هم مستويين. انا بس عايز اسوي البقسماط والبيض اللي فوق، انا مش عايز اعمل حاجه اكتر من كده، يعني عايزهم ما يتحرقوش، كل حاجه مستويه. خلي ده جنبي هنا كده، اجهز لها بقى الايه الصلصه، فصين ثوم، صلصه طماطم ما فيهاش اي اختراع، مش عايزين برضو ما فيش مشكله، ممكن تتاكل زي ما هي كده. حتة بدأت تطلع، فأنا مش عايز، أيوة مش عايز حاجة تاخد أكتر من حقها، يعني عايزها يدوب تقرمش السنة صغيرة. وأجيب بقى طاسة تانية. تمام، أولع لها نار. نركز دايما ان مفيش حاجه ننساها علشان ما يبقاش في حته ما قرمش اكتر من حته. لو لقيتوا ان هي صعب ان هي تبقى كوره اعملوها، يعني بططوها. زيت زيتون او زيت عادي المتاح، مفيش فرق خالص. معلقه، مستني الزيت ده يسخن. على ما يسخن لو في ريحان، لو في اي حاجه خضراء ممكن تضيفوها للصلصه اللي انا بعملها دي، بس هي ايه حاجات اساسيه. احنا كده استفدنا ان احنا ما رميناش الرز، او يعني ما كلناهوش واحنا متازمين منه. بس تكون كده على ما يسخن لسه شويه. ايوه انا عايزها توصل عايز كل النواحي توصل للون اللي هو الجولدن، او يعني اللون الذهبي، فبفضل وراهم كده واحدة واحدة. ممكن عشان اسرع الموضوع شوية ممكن انقل دي من هنا لهنا، لان دي سخنة خلاص، هو كده كده الزيت سخن فمش هيحصل حاجة. ونزل فيه البيض والبقسماط، هداه شوية بس كده تمام. اهم حاجة نركز ان مفيش واحدة تبقى واخدة لون اكتر من التاني. ابتدى يقول، معلقة خشب كده ظريفة. أول لما التوم ريحته تطلع اديله شوية ملح، معلقتين الصلصة، وأقلب. مفيش حاجة خالص هنعملها أكتر من إن احنا هنزود شوية مية ويبقى عندنا الصلصة. لو المية زادت منكم وانتوا بتعملوا الصلصة مش مشكلة خالص، يعني هنا المية زادت سنة مفيش مشكلة خالص، سيبها على النار هتبقى زي الفل. عايز بسرعة آخد منديل وأطلع السلمون أو كرات السلمون، بس عشان الزيت ينشف منها. يعني لو في اي زيت زياده ولا حاجه ينشف منها. دي كده خلاص، هو كده كنت بقول لحضراتكم ان المايه زادت مني، سبتها شويه نقصت على طول، هزود كمان شويه مايه عشان ما تبقاش الصلصه بس ناشفه كده. دلوقتي بقى لو عندكم ريحان، لو عندكم روزماري، لو عندكم زعتر ممكن تزودوه على الايه. بس كده دي تمام، تقدروا تزودوه على الصلصه دلوقتي زي ما هم كده، خليهم في نفس طبقهم. وطبعا مش هرمي السلم ده، اكيد مش هيترمي، يعني ممكن بقى ايه يعني نقطعه كده خليه جنب الطبق. شوية جبنة موتزاريلا في النص، الصلصة اختياري بقى، لو عايزين تحطوا صلصة ماشي، مش عايزين تخليها تخلوها على جنب زي ما انتوا عايزين، بس انا بقى ايه يعني عشان تبقى الأكلة كاملة كل واحدة كده ينزل عليها شوية ايه صلصة.
او ممكن نغرق الطبق كله صلصه. عايز ايه؟ يبقى دي كده تمام خلاص، هخليها بس جوه الفرن علشان ما يجيش عليها دبان ولا حاجه لحد ما اكمل الطبق التاني. الفرن مطفي يعني. بعد كده بقى تتذوق بريحان بحاجه خضراء تبقى ايه لذيذه جدا. كده نبتدي في السالمون فيليه بالخضار. الفكره كلها انا هعمل فيليه عادي خالص ما فيهوش اي حاجه تمام، وبعد كده هسوي الخضار يعني هقطع كل يعني طبعا الخس والجزر الخس والخيار مش هنعمل فيهم حاجه، هنسيبهم زي ما هم. اللي هنشتغل فيهم الطماطم والجزر والفلفل، ممكن بقى تزودوا فلفل الوان زي ما انتم عايزين. الاول هسوي السلمون، هبتدي اديله ايه تسويه سريعه كده، زيت زيتون. عاده السلمون ما زودلوش الزيت، لان السلمون من السمك اللي فيه اوريدي في زيوت وفاتس كتير، مش كتير مضره بالعكس كتير كويسه يعني ما بتتخنش، مفيده جدا. ووقت الطبيخ سوري وقت الطبيخ بيطلع كل اللي فيه ده. اول لما الزيت يدخن كده معنى كده ان هو جاهز. دايما لما نحط حاجه في الطاسه نحطها لقدام ونحط ايدي عليها كده علشان لما بتتحط في الطاسه وبتتحط الطاسه سخنه بتبتدي تقلب لفوق. انا بتاكد ان انا عامل كده علشان ما تقلبش لفوق. درجه سوى السلمون ترجع لحضراتكم، السلمون بيتاكل ني زي السوشي، بس طبعا يعني في مصر وفي اغلب الدول العربيه ما بنحبش ناكل الحاجه نيه، ناكل حاجه دايما مستويه، لكن درجه السوى راجعه لحضراتكم. ده مش محتاجينه طبعا. كده درجه الحراره دي عاليه جدا، هيبتدي يتلسع من تحت وما يستويش، فانا محتاج ان انا اسويه من تحت ومن فوق. لو في قشره، لو السلمون لسه فيه القشره بتاعته نقدر نسيبه براحته خالص لحد لما القشره تبقى كريسبي، القشره تقرمش. ملح، فلفل، وابتدي بقى ايه هجهز طاسه ثانيه كبيره عشان اسوي فيها الخضار. هطلع فاصل وارجع لحضراتكم اكمل بقيه السلمون يكون استوى واعمل الخضار. رجعت بعد الفاصل، السلمون في اللي استوى وخليته جنبي، ابتدي اجهز الخضار اللي انا ايه هشوحه يعني. هجهز كل حاجه علشان مفيش حاجه ايه تتلسع مني اكتر من حاجه. فهعمل ايه فصين توم، ممكن وممكن بصل، ممكن غير توم خالص. طاسة على النار، بخلي الجزر كده بقشره علشان ما يتبلش من الجو المفتوح، بس بالسكينه كده احاول اشيل القشره الدبلانه دي. وعلى فكره هو اغلب الخضار بيبقى فوائده والفاكهه فوائدهم في القشر، بس انا مش هحتاج كل ده، هاخد حاجات ايه جزء بسيط منه. الجزر مش لازم لو اتغسل كويس قوي، مش لازم نقشره، بس مهم يتغسل كويس قوي. نقطعه كده بالطول، هاخد مثلا حتتين من الفلفل كده يعني، ممكن اخد حته كمان خليها ممكن استعملها في حاجه يعني، محبش ارمي حاجه. اقطع كده بالطول يبقى زي شبه الجزر، علشان الجزر والفلفل الالوان بيستووا بياخدوا تقريبا نفس الوقت، يمكن الفلفل الالوان بياخد وقت اطول، فعشان كده دايما بنبتدي بيه في الاول يعني، نحط الزيت ونحط الفلفل الالوان. طماطمية هتبقى اخر حاجه. على فكره الخس لو عايزين برضو لو عاوزين تسووه في النار ممكن ياخد لسعه خفيفه خالص في الاخر. انا بحب اجهز كل حاجه زي ما قلت لحضراتكم علشان امشي بالترتيب كده. انا سايب الطاسه كده على النار تسخن، هي غالبا كده سخنت، هتدخن لانها سخنه جدا، فايه هرفعها من على النار شويه لان انا مش عايز احرق حاجه. لو حطيت اي حاجه دلوقتي كده على النار هتتحرق مني، فانا عايز تهدى شويه
ممكن احرك الزيت كده فيها عشان اهديها، يعني اهدي درجه حرارتها، لان زيت الزيتون لو وصل لدرجه حراره جامده قوي بيفقد فوايد، عشان كده ما بنحمرش بيه بطاطس. يعني ممكن نشوح فيه بطاطس بس لكن ما نحمرهاش. كل حاجه على طول ورا بعض. انا عايزه يطرى، يعني عايز كل ده يطرى. ملح، فلفل. بصراحه بقى ايه، مش هقدر احطش قرن فلفل، ده مغسول على فكره ونضيف، هاخد منه بس كده ايه، بس هو حراق مولع انا شم ريحته يعني. كده الاكل السبايسي بيبقى فيه طعم. عايز كل حاجة تطرى. الخل البلسامك بقى، لو مفيش خل بلسامك خل عادي هينفع، بس خل البلسامك فيه طعم. خل البلسامك يجي بقى في الاخر خالص، هيروح عامل طشة جامدة جدا، وهيديله طعم لسعة كده لذيذة قوي. لما تجربه هتفتكروا ان هي تمام. برضو لو مش عايزين تحطوا خل البلسامك تفضل تمشي كده زي ما هي. كده اقدر اطفي النار عليها واسيب الطماطم تستوي مع السخونيه. ادي الطبق، احط فيه بقى السلمون اللي انا سويته في الفاصل. انا كده خلاص خلصت كل حاجه، بس هاخد حتة من الخصاية صغيرة كده. طبعا ده اللي انا حاطه، الخيار والخس دول اختيار، يعني ممكن تخلوه ممكن تستغنوا عنه، بس ايه انا حطيت حاجات حراقة فبحاول اخلي يبقى فيه بالانس، يبقى فيه توازن في الاكل، ما يبقاش كل حاجة حراقة. ممكن يبقى فيه بقى شوية خيار وخس علشان تهدي الموضوع شويه. خل دي زي ما هي، لو كنت حطيت الخل دلوقتي كان عمل مشكله، عمل دوشه جامده قوي، فانا احط يا دوب شويه صغيرين كده علشان يدوا الطعم. واقلبها يا دوب، احنا بنتكلم في يعني معلقه صغيره، مش عايزين نحط، مش عايزين نزود. وادي هنزود اكتر من كده علشان اجيب بقى ايه كرات الرز بالسلم المدخن. انا كنت شايلها في الفرن علشان ما تلمش اي حاجه وتفضل نظيفه. جهزت لها كده حتتين ريحان، ويبقى كده النهارده عملت لحضراتكم كرات رز بالسلم المدخن وسلم فيليه بالخضار وخالب بالسمك. الف هنا وشفا، واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.